في تبليسي عاصمة جورجيا، أصر الأولاد على الذهاب للبحر لممارسة السباحة، بما أن تبليسي لا تطل على أي بحار. كان الطريق والبرنامج الذهاب إلى بحيرة كسبة والتي تقع في الجبال المطلة على العاصمة الجورجية. لم نفضل السباحة بسبب النسمة الباردة في الطقس، حيث الشمس بعد قليل سوف تغرب، ففضلنا مع الأولاد ركوب القوارب والتنزه في هذه البحيرة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البحيرة كسبة اسمها، هاي بحيرة اصطناعية، يعني مو يزجوها السياح، مو بحيرة طبيعية، ويجوها السواح من كل المدن والمناطق، من العراق، من سوريا، من لبنان، من الإمارات، من السعودية، يعني كل الدول العربية يجون هنا كمنطقة سياحية تشمل زوارق غازينوات. العالم تجي شوية تسمس على مود شوية نقاوة الجو، والأطفال يتونسون بيها، ومنطقة حلوة يعني صايرة بنص جبل، يعني جبل يحيطها منا جبل ومنا جبل ومنا جبل، هي تصير بنص الجبل، هي تصير تبعد عن العاصمة تبعد حوالي 4 أو 5 كيلو. بعد نزهة جميلة في بحيرة كسبة، توجهنا إلى الوسط التجاري والحكومي في تبليسي، حيث في هذا الشارع تنتشر المحال التجارية بالإضافة إلى المقار الحكومية، ولا ننسى المطاعم الراقية التي تقدم الطعام الجورجي الجميل.